دلوقتي في اختبار برضه اللي انت لوكات من ناحيه الريموت زي ما قلنا من ناحيه اللوكن هنا جينا وفتحنا على الريموت ووصلنا لحد هنا. طبعا انت عندك لوحه اسمها لوحه السينك موجوده معاك وادي لوحه الفيدر الاولانيه. انا بتكلم في اللوحه الاولانيه دي اول حاجه انا جايب هناك ريموت فده واجيب هنا ريموت مش سكادا ممكن اجيب سكادا يبقى انا عاوز اتحكم منين؟ من السكادا اجيب ريموت والريموت بيتلزق زي لوكر ريموت سويتش كده. اللوكر بتاعي هو الريموت اللي هنا والريموت بتاعي هو السكادا خلاص كده. فانا هنا انا عايز اتحكم من هنا السكينه الاولانيه عايز اوصلها دي سكينه القطران مش كبير بس على الريموت ليه؟ انت جبت الخليه دي على الريموت تبعت الخليه دي على الريموت توقفت ولا ايه؟ طبعا ده الريموت سويتش الريموت سويتش ده المفروض لو دلوقتي وضعي اوبن السكينه دي اوبن لو انت يعني وقفت ده على وضع عكسه منور فالوضع اللي انت شايفه ده مش الوضع الحقيقي لان ده بينور ويطفي خلاص كده؟ كذلك ده لو وقفت على وضع الوضع الطبيعي بتاعه مين؟ ما يعني يبدا ينور ده كده هو وضع مفتوح صح؟ البريكر وضع مفتوح كده مفتوح طب البريكر ده اخرجه انا خرجت البريكر اهو خلاص طفي طيب عايز بقى ادخل السكينه واحده اول حاجه جبت الروز الروز ده يبقى كده انت لسه بقى فاكر يعني انت ده بتنور كده فدوس لجوه بعد كده بص تجيب انشيت كلوز انشيت كلوز كده اهي دي كده قفلت والنور طفى صح؟ النور بتاعها طفى لو جيت ترجع كده لسه ما جبتش اوبن لازم تدوس تاني وايه؟ وتعمل اوبن طيب كده انا قفلت السكينه دي قافل بقى سكينه راس الخط ادي سكينه راس الخط كده انا لسه ما قفلتش لان عماله تنور وتطفي ادوس جوه بعد كده اقفل احنا دي اخر حاجه بخلينا لوكال ولا ريموت السكينه دي استنى دي سي فصل بس دي سي فصل طب بوصلها ماشي هو يوصل السكينه دي منك طيب اجي للبريكر بقى البريكر كده ما وصلش اقدر اوصل البريكر اهو وصله عادي خلاص كده طب انا ليه وصلت البريكر عادي في سكه اسمها سكه السينك سكه السينك دي بتاخد منين اول حاجه لازم اجيب مفتاح ده على وضع سينك ان انا عاوز ادخل البرده عاوز ادخل دي على الخط تاني حاجه ان انا لازم ابقى جايب هنا سينك جايب سينك ولازم الريلي ده يبقى شايف ان الدنيا سينك فالريلي ده انا مجبر على النقطتين اللي خارجين منه من ضهر الريلي مجبر على النقطتين اللي خارجين من ضهر الريلي ادي الجمبر اهو الجمبر ده هو الريلي ده لما بيشتغل بيقفل النقطتين دول فانا قافلهم دلوقتي النقطتين دول كده بجمبر بحيث ان انا اقدر اختبر السينك بتاعي على اي مدى وبجيب ده على سينك لو انا جبته على اوف خلاص او مانيوال او غيره يبقى ده وضع تاني انا جايب ده سينك وجايب ده سينك وجايب ده كده مين؟ وجايب ده كده اقدر اقفل وافتح عادي طيب لو انا عايز اقفل بقى السكينه الثانيه اقفلها لسه ما عملهاش لسه تقريبا عملها ماشي خلاص لو انا عايز افتح ده افتح ده افتح ده معايا لو انا عايز ادخل البريكر اقدر ادخل البريكر عادي تمام طيب لو جبت بقى سينك اوف لو انا وصلت السكينه دي كده وجبت هنا سينك اوف وصلتها؟ اه ماشي اوصل انا بقى السكينه دي كده وصلت السكينه الاولى وصلت السكينه الثانيه اجي بقى اوصل البريكر طالما عامل سينك اوف هيوصل ولا مش هيوصل؟ مش هيوصل مش هيوصل ما وصلش اهو صح؟ لازم اجيب ايه؟ سينك اون او حاله ثانيه ممكن اجيب فيها سينك اوف ويوصل لو انا عامل ايه نقطه مين؟ وضع المنتنس ما يوصلش مدخلها في سكه سينك ماشي وهي في فلسفه ان يعني انت طالما فتحت دي خلاص بقى يبص على سكه السينك عموما فاهم قصدي؟ طيب خلاص ماشي انا ده هوصل ده تاني البريكر بقى عشان اوصله لازم اجيب سينك هنا المفروض على فكره المفروض دي طالما دي ودي مفتوحين البريكر يدخل من غير سينك طالما سكينه القضبان واحد سكينه القضبان اثنين مفتوحين البريكر يدخل من غير سينك فاهم قصدي؟ من غير البرميشن ده ده وضع مش طيب ادخل بقى البريكر معايا كده البريكر يدخل معايا انا جايب ايه؟ جايب سي في تايمينج
التايمر ده زود شويه عشان فاهم قصدي؟ ماشي. طيب احنا كده خلاص دي وصلت البيت، عايز بقى افتح. لو جينا افتح دي، دي فتحت ليه دلوقتي؟ اتعمل دي انترلوك صح؟ اعمل بقى انترلوك. هو كان عامل هناك دي انترلوك في السكينه دي خرجت عادي لان المفروض تطلع البريكر بعد كده سكينه واحد بعد كده سكينه اثنين. انت خرجت كده عبد الحليم؟ خلاص انت كده عملت انترلوك. هو كان عامل هناك السويتش على دي انترلوك، فدي انترلوك لغايه انترلوك. فاي حاجه عايز تدخلها تدخلها، عايز حاجه تروح تروح. هنا كده افتح دي ما بتفتحش ليه؟ لازم اطلع البريكر الاول، بعد كده اطلع سكينه واحد عادي، سكينه اثنين اربعه خلاص كده. ده السكر طبعا نفس القصه دي انا عملها في الخلايا اللي بعديها والخلايا اللي بعديها والخلايا اللي بعديها وهكذا، بس لازم كل مره ايه؟ السنكي اوكي، هي السنكي اوكي.